أهم الدروس وأهم الأنشطة المتعلقة بالدورة الأولى. إذا انتبهوا معي، الله يخليكم، هنا نقدم لكم هذا الشيء بالفرنسية وترجموه بالعربية. إذا كيف ما تشوفوا هنا، الوحدة الأولى متعلقة بالتغذية. شوفوا معي مزيان، عندكم هنا لي فونكسيون دو نوتريسيون. Alors, les fonctions de nutrition. Il y a les fonctions de nutrition, maintenant on a FDL-Axiet. Les fonctions de nutrition, maintenant on a FDL-Axiet. Et l'éducation nutritionnelle. Tarbiya, on a un peu de temps. ديال الوحده الاولى ديال الدوره غادي تعرفوا على لي فونكسيون دو نوتريسيون بالعربيه تسمى وظائف الاقتيات و ليديكاسيون نوتريسيون التربيه ديال التغذيه. اذا هنا لاحظوا معايا، هنا بالنسبه للبلان دو لينيتي فيها les fonctions de nutrition, l'éducation nutritionnelle. Fiha les aliments, la digestion et l'absorption. Admis le fada, chapitre l'oul, c'est à l'achoul tardia, le rédé. Les aliments, mais l'oul rédé. La digestion, il y a le hadm. Et l'absorption ou le petit sens de la technologie. Le façon de tenir, il y a l'éducation nutritionnelle. Il y a le tarbiya al-ghada'i. C'est l'éducation nutritionnelle. Et la protection de l'appareil digestif. Ok, donc la hymeia de l'jihaz l'admi. Qui fait la hymeia de l'jihaz l'admi ou qui fait qui fait le fassal lekom la tarbiya al-ghada'iya. Hada ta'allaq bi al-fassal al-thani. Fassal l'oul, chfna l'ghada', kisma les aliments. Chfna ma yusamma bla digestion ou l'hadm. Et l'absorption ma'na l'imtisas. يعني هناك ثلاث مراحل، إذن ثلاث دروس متعلقة بالشابيتر الأولى، لي زاليمون، لا ديجيستيون، إي لابسوربسيون، الغداء والهضم، ديجيستيون معنى الهضم، إي لابسوربسيون معنى الامتصاص ديال المواد الغذائية في الجسم. بالنسبة للشابيتر الثاني متعلقة دائما في الإطار ديال الوظائف ديال الإقتيات، زعما كاين لي فونكسيون دو نوتريسيون. غادي نتعل غادي نحاول نفسرو لكم بياسو بالفرنسية وكذلك بالعربية باش يكون هناك واحد النوع ديال الانسجام بيناتكم. ليديكاسيون نيتريسيونيل معنى التربية الغذائية وكذلك الحماية ديال الجهاز الهضم اي لا بروتيكسيون دو لاباغاي ديجيستيف. بالنسبة للفقرة الثالثة او الفصل الثالث سوف نتعلق حول لا ريسبيراسيون. التنفس هو مهم جدا في هذا الشيء ديال لي فونكسيون دو نوتريسيون. التنفس لا ريسبيراسيون، غادي نفسر لكم هذا الموضوع هذا حول التنفس لا ريسبيراسيون. نفسر لكم ثاني في الحلقه الرابعه لا سيركيلاسيون سانغين، معناها الدوره الدمويه، الدم كسائل ناقل. لا سيركيلاسيون سانغين معنى الدوران ديال الدم داخل الجسم، هذا مهمين هاد الفقرات. وفي الاخير غادي نشوفوا ما يسمى بالابراز، الابراز البولي ليكسكريسيون اورينير.
l'excrétion urinaire. إذن هادو هما أهم الدروس المتعلقة في أهم الدروس المتعلقة ب أهم الدروس المتعلقة بالدورة الأولى، التربية الغذائية وكذلك وظائف الاكتئاز. التربية الغذائية ووظائف الاكتئاز. شوفوا معايا دابا بالفرنسية، عندكم لي فونكسيون دو نوتريسيون، معنى الوظائف ديال الاغتيال، من بينها الهضم، حيت يقول لك مثلا الوظائف ديال الاغتيال، شنو هما الوظائف ديال الاغتيال؟ وهي الهضم تتسمى بالفرنسية لا ديجيستيون، التنفس تتسمى بالفرنسية لا ريسبيراسيون، و لا سيركيلاسيون سانغين، معناها دوران ديال الدم داخل الجسم، وكذلك الإبراز البولي ما يسمى بالإكسكريسيون يورينير. وتجي الدور ديال الأغذية لي زاليمون، هذيك تتسمى تدخل في إطار ديال التربية الغذائية، فيها الأغذية، فيها الكتلات الغذائية، طبعا تسمى لي غاسيون أليمونتيغ، بالفرنسية تسمى لي غاسيون أليمونتيغ. وهذا الشيء اللي كاين دابا في هذا الفصل الاول، ايها التلاميذ الاعزاء وايها المترشحين الاحرار، باش تفهموا مزيان بيان سور، هذا لقيت لكم هذا ديال لونيفير دو اس في تي، لانه تيشرح الدروس بشكل جيد، اذا هو معمول بالفرنسي وانا غنحاول نترجمه لكم بالعربيه باش يكون هناك واحد النوع ديال الاستفاده. اذا تنعتمد بالخصوص على هذا لونيفير دو اس في تي باش نحاول نشرح لكم الفصول، اهم الفصول ديال الانشطه المتعلقه بالاس في تي. مثلا في الشابيتر الاولى، ايها التلاميذ الاعزاء وكذلك المترشحين الاحرار، غادي نحاولوا نتناقشوا حول لي زاليمون، الاغذيه بصفه عامه، هذا داخله في التربيه الغذائيه، لي زاليمون، لا ديجيستيون اي لابسوربسيون. إذن هناك ملفات، كاين الملف الأول، كاين الملف الثاني، كاين الملف الثالث، كاين الملف الرابع، كاين الملف الخامس، هناك خمس ملفات متعلقة بالفصل الأول، لي زاليمون، لا ديجيستيون، لابسوربسيون، لا ميز أون إيفيدونس دي كونستيسيون دي زاليمون، معناها إبراز ديال المكونات الغذائية، هذا هو أول درس. نحاول نبرزو لكم، نحاول نبينو لكم أهم المكونات الغذائية. وفي الفصل الثاني أو في الملف الثاني نتعلقو بلا ديجيستيون بوكا، معناه الهضم في الفم، حيث الهضم كاين أنواع، وحنا غنقتصرو حول لا ديجيستيون بوكا، مع الهضم الموجود في الفم. ثم الفصل الثالث ايها التلاميذ الاعزاء، نطرقوا لدي زاليمون كي شونج داسبي او كور دو لا ديجيستيون، يعني ما هي بالضبط هذوك المواد الغذائيه التي تغير المظهر ديالها اثناء الهضم، هذا مهم الفقره هنا. لا سامبليفيكاسيون، تبسيط ديال الجزيئي، تبسيط جزيئي دو لا دون ليستوما اي لانستان غريل، اذا هناك الأعضاء في الجسم كيساهم كذلك في الهضم، هو المعدة وكذلك المعي الدقيق، لانستان غريل مع المعي الدقيق مهم جدا تاهو في لابسوربسيون، في الامتصاص، و لستوما كذلك المعدة. وفي الفقرة الأخيرة غنطرقو لابسوربسيون دي نيتريون، يعني كيفية الامتصاص ديال المواد الغذائية. إذا هذا كامل في الشابيتر الأول، الفصل الأول تبدا من الدورة الأولى، تبدا من سبتمبر تنتهي تقريبا في نوفمبر، وإذا سبتمبر نوفمبر غادي تكون متمكنين من لي زاليمون لا ديجيستيون ولا بسوبسيون. حنا مغاديش ننتظرو حتى سبتمبر ونوفمبر، ولكن غادي نحاولو نقدمو لكم بعجالة أهم، ونلخص لكم أهم فقرات ديال الدرس.
باش ما يكونش عندكم واحد النوع ديال الثقل الكبير ديال الطروس الخاصه بالاس في تي. لخصوا اهم النقاط الاساسيه. اذا كما قلت لكم دابا في الفقره الاولى او الفصل الاول غنطرقوا لما يسمى بالمكونات الغذائيه، والفصل الثاني سوف نتطرق الى ما يسمى بالهضم، الهضم المواد الغذائيه في الفم. ثم des aliments qui changent d'aspect au cours de la gestion، من تحول ديال الاغذيه الى قيت دي مهمه، تحول الاغذيه الى القيت. اذا des aliments فاش تتهضم من طرف الجسم تتحول الى مواد القيت. نيتريسيون تسمعوا لا نيتريسيون، حيت كنفرق ما بين لي زاليمون ولا نيتريسيون. لي زاليمون هو المواد الغذائيه المعروفه عندنا، ولكن ان فوا تتهضم من طرف الجسم تتحول الى مواد القيت، هي اللي غادي نطرقوا لها في هذا الفصل الثالث. دي زاليمون كي شونج داسبي او كور دو لا ديجيستيون. اي واضح، دي زاليمون كي شونج داسبي او كور دو ديجيسيون. هذه الدرس الثالث هذا من بين اهم الدروس ديال الفقره الاول، ديال الفقره الاولى لي زاليمون لا ديجيسيون لا بصح. اذا كيفيه تحول الاغذيه، كيفاش تتحول الاغذيه دي زاليمون الى قيت. وعندنا هنا لا سامبليكاسيون موليكولير دو لاسبون، غادي نتعرفوا على المعده وكذلك المعي الدقيق والاهميه ديالهم في الامتصاص ديال المواد الهضم وكذلك الامتصاص ديال الاغذيه. وهنا غنطرقوا لابسوربسيون دي نوتريمون، لابسوربسيون دي نوتريمون مع الامتصاص ديال المواد الغذائيه المعروفه. لابسوربسيون دي نوتريمون شيء مفهوم. دابا في الشابتر الثاني طرقوا ما يسمى بالتربيه الغذائيه ليديكاسيون نوتريسيونيل اي لا بروتيكسيون دو لاباراي ديجيستيف. ليديكاسيون نوتريسيونيل معناها التربيه الغذائيه والحمايه ديال جهاز الهضم. اذا كيف يمكن لينا نحميو الجهاز الهضمي، وكيف يكون عندنا ما يسمى بواحد التربيه الغذائيه مهمه فيها الأغذية، تعرفوا على الأغذية، تعرفوا على دور ديال الأغذية، تعرفوا كذلك على حاجية الجسم إلى الطاقة، تعرفوا كذلك على لي غاسيون أليمونتير. بون هادشي كامل غادي نتعرفوا عليه في اطار ديال الانديكاسيون نوتريسيونيل لا بروتيكسيون دو لاباري ديجيستيف. اذا كيف ما تلاحظوا هنا في الفقره الاولى او في الدرس الاول، الدور ديال الغذاء دون لا ساتيسفاكسيون دي بوزوان دو كور. اذا اهميه الغذاء هنا، الدور ديال الاغذيه في الجسم، لسلبية حاجية الجسم. رول دي زاليمون دون لا ساتيسفاكسيون دي بوزوان دو كور. الدور اللي تتلعبو الأغذية في تلبية الحاجيات ديال الجسم دون لا ساتيسفاكسيون دي بوزوان دو كور. بالنسبه للفقره الثانيه عندنا ما يسمى ب هذه مهمه جدا، ديزيكليب اليمونتير، يعني عدم التوازن ديال المواد الغذائيه. دين هناك امراض تتسبب في شكون السبب ديالها هو ديزيكليب اليمونتير، ما يكونش هناك واحد التغذيه متوازنه، خلل في التوازن ديال المواد، تخلل التوازن ديال الأغذية يؤدي إلى عدة تعاهات في الجسم. سوف نتعرف
كلتات الغذائية تسمى لي راسيون اليمونتيغ، راني نتعرفو عليهم في هذه الفقرة التالتة، مهمة جدا هذه لي راسيون اليمونتيغ، كنعتمدو عليهم بزاف بزاف في الامتحانات الجهوية والامتحانات الإقليمية. لي راسيون اليمونتيغ هذا في الفقرة الثالثة في الشابيتخ في الفصل الثاني، لي راسيون اليمونتيغ الكلتات الغذائية غادي نتعرفو عليهم بشكل دقيق جدا، وغادي نفهمهم بشكل دقيق جدا باش تمكنوا منه. وفي الاخير لا بروتيكسيون دو لاباري ديجيستيف، حمايه الجهاز الهضمي، كيفيه نعم كيفيه كيف نحمي الجهاز الهضمي من الامراض وكذلك من العاهات. اذا هذا هما الشابتر الثاني، اهم الدروس في الفصل الثاني. ننتقلوا دابا لا ريسبيراسيون، التنفس، دور ديال التنفس. اذا غادي نشوفوا ما يسمى بالتبادلات الغازيه، التبادلات ديال الغازات التنفسيه، ايشانج دو غاز ريسبيراتوار او نيفو دي بوم. اذا تعرفوا على التبادل ديال الغازات التنفسيه على المستوى الرئتي، غادي نتعرفوا كذلك على التبادلات الغازيه التنفسيه على مستوى الاعضاء وكذلك الخلايا. وثالثا غنتعرفوا على حمايه، لا بروتيكسيون دو لاباري ريسبيراتوار، كيف نحمي نفسي من اخطار اللي تتداهم الجهاز التنفسي. هذه هي الفقره المتعلقه بلا ريسبيراسيون. الفقره المتعلقه بالدوران او دور ديال الدم في دوران الجسم، دوران ديال الدم في الجسم، غادي نتعرفوا على الدم لو سون اي لو سيستيم سيركولاتوار. تعرفوا على الدم بصفة عامة، كذلك الدوران، الجهاز الدوراني ديال الجهاز الدوراني سيستيم سيركولاتوار، الجهاز الدوراني اللي تيكون في الجسم. معنى الدوران، الدورة الدموية الكبيرة والدورة الدموية الصغيرة. وغادي نتعرفوا على الدور اللي تيلعبو الدم في نقل الغازات التنفسية وكذلك المواد القيتية. المواد القيتية معنية الأغذية الذي هدمت من طرف الجسم، تسمى لي نيتخيمون، دي نيتخيمون، دي نيتخيمون. اذا غنتعرفوا على الدم في نقل الغازات التنفسيه وكذلك لي نيتريمون معناها المواد القيتس. وغادي نتعرفوا على النشاط ديال القلب اكتيفيتي كاردياك اي لا سيركيلاسيون سانغوي، كذلك الدوران ديال الدم. اذا لا ريسبيراسيون ولا سيركيلاسيون سانغوي عندهم علاقه واضحه بيناتهم. اذا غادي نهتموا بلا ريسبيراسيون نهتموا بلا سيركيلاسيون سانغوي، ولكن قبل كل شيء نهتموا بالليزاليمون، نهتموا بالليديكاسيون، ليديكاسيون نيتريسيونيل، وكذلك نهتموا بلي فونكسيون دو نيتريمون. اذا بقات في الاخير ما يسمى بالابراز البولي. اذا سوف نقوم بدراسة حول البول، لورين، الليكيد شارجي دي ديشي. اذا الدور ديال البول في دابا الجسم تيتخلص من من بقايا ومخلفات ديال الجسم عن طريق البول. اذا سوف نتعرف على اصل ديال البول اوريجين دو ليغين، وسوف نتعرف على لورغانيزاسيون فونكسيونيل دو ليغان، سوف نتعرف على التنظيم الوظيفي ديال الكليه في تصفيه الدم، ولي فاز دو ليليباراسيون دو ليغان. سوف نتعرف على اطوار ديال التكوين ديال الدم، التكوين ديال البول، طبعا التكوين ديال البول. اذا نتعرف على المكونات ديال البول، نتعرف كذلك على الجهاز البولي والابراز البولي. إذن هذا هو
الوحدة الأولى في الدورة الأولى أهم الدروس في الدورة الأولى، فيها ليزاليمون لا ديجيستيون لابسوربسيون، فيها ليديكاسيون نيتريسيون لا بروتيكسيون دو لاباراي ديجيستيف راه مهم جدا، فيها لا ريسبيراسيون و لا سيركيلاسيون سانغين تاهما جوج مهمين جدا، وكذلك ليكسكريسيون اورينير. تنظن بأن هذا البرنامج مفهوم لديكم. إذا هذا هو البرنامج ديال الدورة الأولى ديال SVT المتعلقة بالمستوى الثالث إعدادي. غادي نطرقوا ما يسمى بلي فونكسيون دو نوتريسيون، معنى الوظائف الغذائية ووظائف الاغتيال و ليديكاسيون نوتريسيون، وكذلك التربية الغذائية. هذا هو أهم شيء متعلق حول هذا هو أهم شيء المتعلق حول SVT في الدورة الأولى. وأشكركم على حسن انتباهكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم. الخير الصفحة ديالكم عبر الواتساب وعبر الفيسبوك. كان معكم يوسف دلال مباشرة على الفيسبوك.